السلام عليكم شباب، معنا شرح محاضرة الانفكشن. هنبدأ أول حاجة بسكيم للانفكشن كده. أول حاجة بنتكلم عن الديفينيشن، بعد كده الانستنس، بعد كده الايتيولوجي. الايتيولوجي بيكون عندنا حاجتين، الأورجانيزم التايب بتاع الأورجانيزم ده بكتيريا ولا حاجة تانية، والروت اوف الانفكشن بتاعه جه ازاي. تمام. البريديسبوزنج فاكتورز، ودي هتكون ثابته معانا، بتكون جنرال ولوكال. الجنرال عندنا امراض زي السكر، ديابيتس او الانيميا، مال نيوتريشن، ستريس فيزيكال او منتال، واي دراج بيقلل المناعه. تمام. لوكال عندنا بتبر الامراض دي بتكون سيكشوال ترانسميتد ديزيز، فان هي تكون مثلا فريكوينت سيكشوال اكتيفيتي او فورين بودي، ده اكتر في التشيلدر. تمام. الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر انفستيجيشن والتريتمنت. التريتمنت عندنا prevention وcurative. بنساش في prevention. prevention بيكون عبارة عن sex education using of male condom والscreening، بعد كده curative. تمام. يبقى مننساش حاجتين مهمين عشان نسألنا عليهم في الريتن مثلا، فيكون عندنا حاجة مننساش predisposing factors بتتكرر معانا general و local، وبرضو في التريتمنت بيكون في prevention. تمام. كمل بقى. عندنا inflammation of the vulva. اول حاجه ناخد كده نبدا من تحت، اللي هو ايه، lower genital tract. تمام. نبدا بالفولفا. inflammation of the vulva vulvitis. تمام. اي inflammation هنقسمه classification بتاعه تكون primary يا اما secondary. primary في الاورجان، يعني الحاجه دي حصلت في الاورجان ذات نفسه، secondary جاي له من حته ثانيه. في primary عندنا يكون non infection يا اما infection. non infection زي ايه؟ زي مثلا sexually transmitted disease. طب سوري، انفكشن سيكشوالي ترانسميتد ديزيزز نون انفكشن بسبب سنسيتيفيتي رياكشن. تمام. مثلا بيستخدموا مثلا ديودرانتس او اي غسول او ديترجنت او باودر، الحاجات دي بتعمل حساسيه. او مثلا بتستخدم لوكال كونتراسبشن زي كريمز فتعمل برضو حساسيه، فتعملها التهاب بسيط او حاجه. فاللي هو برايمري انفكشن او نون انفكشن. primary الانفكشن زي السيكشوال ترانسميتد ديزيزز في النون انفكشن بسبب السنسيتيفيتي، اما يكون حاجه زي ديترانتس او ممكن يكون ايه الكونتراسبشن زي كريم، لوكال كونتراسبشن زي كريم. secondary vulvitis جاي لي من nearby sites، ايه زي مثلا الفاجينا من فوق فاجينايتس، او جاي لي مثلا من اليورينري، مثلا في فيستلا فيزايكو فاجينال فيستلا مثلا، او جلايكوزوريا ريكتال كونديشن زي اريكتو فاجينال فيشلا. يبقى انا عندي البلفايتس يا برايمري سيكندري. البرايمري البرايمري هتكون انفكشن او نون انفكشن. الانفكشن سيكشوال ترانسميتد ديزيز نون انفكشن، يا اما بستخدم ديودرنت او مثلا لوكال كونترسبشن زي الكريم. سيكندري مثلا فاجينايتس جاي لي من نيورونري زي في فيستلا هناك، او ريكتال برضو جاي لي من فيستلا هناك. تمام. فالفيستلا دي مثلا لو في فيستلا ما بين البلادر والفاجينا، هيعدي مثلا اليورين في الفاجينا فيعمل انفلاميشن، او العكس لو مثلا الريكتم فيعدي الاستول فيعمل لي برضو انفلاميشن، او لو في مثلا بكتيريا كومنسال موجوده هناك في الريكتم مثلا او في الجي اي تي فتعدي مثلا تعمل لي برضو انفلاميشن هناك. تمام. فدي الفولفايتس. البارسلين جلاند البارسلايتس الديفينيشن بتاعها انفكشن البارسلين جلاند اوف الفولفا. تمام. الموست كومن اورجانيزم بتاع الجونوكوكس، الموست كومن اورجانيزم بيكون الجونوكوكس. تمام. يبقى الجونوكوكس هي الموست كومن اورجانيزم البارسلايتس، وممكن بايوجينيك اورجانيزمز ثانيه زي الستاف او ستريبت او الايكولاي. اللي حصل بارسلايتس، الفيت بتاع الاكيد بارسلايتس ده ثلاث حاجات، يا اما ان هو يقلب، يا اما ان هو يرسولف لو هو مثلا خفيف جدا يعني انفلاميشن بسيط، او ان هو ممكن يقلب ابسس. تمام. يعمل بص، او ان هو يقلب كرونيك، وده في الغالب يعني بيقلب كرونيك بارسلايتس، بيحصل داكت ابستراكشن فتعمل لي سيست. بقى في الغالب يا اما ان هي بترسولف يترسولف يا تعمل ابسس يا تقلب كرونيك وتعمل لي سيست في الاخر. طب السيمبتومز اللي عينها دي بتجلب ايه؟ بتجلب جنرال سيمبتومز اللي هي الفام اللي احنا عارفينها، اللي هي فيفر انوركسيا ماليز والحاجات دي. هي تجلب بلوكال بين، ولو كان ثروبينج بين معناه ليه في بص. تمام. الساينت وانا جاي واحنا من بيكون عباره عن تندر سويلينج سين اند فيلت، يعني بشوفه وبحسه. في البوستيريور سايد اوف ليبيا ميجور، البارسلينج اللي عندي موجوده في البوستيريور سايد اوف ليبيا ميجور، لو ضغطت عليه هيطلع لي شويه بص، may produce few drops of pus. التريتمنت يا لو اكيد بارسلايتس حاجه خفيفه كده بندي لها انتي بايوتيك، بيكون امبسل. تمام. ابسس بنعمل له درينج باي انسج.
السيست بنعمل لها اكسجين. حاجه مهمه لنا جدا في البارسونلايتس، في حاجه اسمها مارسوبلايزيشن، دي عمليه مهمه للبارسونلايتس. البارسونلايتس ان انا بفتح وما باجي بقفل، ما بقفلش على الجلاند واقفل عليها خالص، لا بسيبها، يعني بعمل فتحه زي المنظر ده كده، بسيب يعني لو هي مثلا فاتحه كده ما باجي اخيط، ما بخيطش كده، لا لو هي فاتحه انا عملت فتحه كده بسيب، بخيط الجنب ده بالجنب ده والجنب ده بالجنب ده، بحيث ان انا اسيب لسه الجلاند محفوظ. يعني طب ليه هي بيتر يعني زي الاكسجين؟ عشان خاطر ان انا اول حاجه ان احنا قلنا ان هي بتعمل اندر لوكال انستيزيا، تاني حاجه ان انا بكده ببرسيف الجلاند، لان الجلاند دي مهمه بالنسبه ان هي بتسكريت ميوكوس او سكريشن وقت الانتر كورس، فهي مهمه انا مش عايزه اضيعها. في نفس الوقت بيقلل الريكرنس وبتكون السبلين. تمام، يبقى البارسونلايتس الموست كومن اورجانيزم الجونوكوكس، الفيت بتاعها يرزولف يا ابسس يا كرونيك وتقلبلي بسيست، سيمتوم بيبقى بين وسوبينج بين، معناها في بص بحسها وبشوفها بتكون تندر سويلنج، لو ضغطت عليها بيطلع بص، لو اكيوت بارسونلايتس بنديلها لها انتيبيوتيك زي الامبيسيلين، ابسس بنعمل لها درينج وانسيجن، سيست بنعمل لها اكسجين، والافضل مارسوبلايزيشن. يبقى الكلمتين المهمين هنا جونوكوكس والامبيسيلين والمارسوبلايزيشن. نيجي بقى للفاجينا، انفلاميشن اوف الفاجينا فاجينايتس، زي ما قلنا اي انفلاميشن يكون كلاسيفيكيشن بتاعه برايمري او سكندري. تمام، اول حاجه سكندري كده عشان نخلص، سكندري بيكون جاي من الاماكن الثانيه. ايه الاماكن الثانيه؟ اللي فوقها سيرفكس، يبقى سيرفايس جاي لي برده من نيورون، حصل مثلا في فاجينال فيستلا او جاي لي من ريكتال ريكتو فاجينال فيستلا. تمام، برايمري بقى، برايمري عندنا ثلاث حاجات مهمين. تمام، اول حاجه فولفو جينايتس اوف تشيلدرن، سينايل بوست منوبوزال فاجينايتس او فاجينايتس للتشايلد بيرينج بيريد. تمام، يبقى انا عندي في التشيلدرن ممكن يحصل لها فولفو جينايتس، السينايل بوست منوبوزال بيحصل لها فولفو جينايتس، والتشايلد بيرينج بيريد بيحصل لها فولفو جينايتس. بيكون التشايلد بيرينج بيريد بيكون ثلاثه اورجانيزمز، ترايكوموناس فاجينالس ومينيليال فاجينايتس ويان سبيسيفيك فاجينايتس للبكتيريا فاجينوزس. الموست كومن فيهم بتكون اللي هي البكتيريا فاجينوزس، والسكند المونيليال، والثيرد ترايكوموناس. تمام، فالفاجينيتس اوف تشيلدرن او البري بيوبرتال فالفاجينيتس هو عباره عن انفكشن للفالفا والفاجينا، which is predisposed by decrease للاستروجين. احنا عارفين ان في البيفور البيبرتي بيكون الاستروجين في الفيميل قليل، فبيكون اللايرز بتاع الابيسيليم قليله، فبيكون الميديا اللي موجوده في الفاجينا بتكون الكالين. تمام، فبسبب الحاجات دي احنا عارفين الميديا الاسيديك بتقلل من الانفكشن والكلام ده، فانا عندي قله الاستروجين يخلي في سن ابيسيليم وفي ديكريز فاجينال اسيديتي، فده يعمل بريدس بوزنج اكتر، تبقى ان هي ليها قابليه اكتر ان يحصل فيه انفكشن. تمام، طب ايه اشهر حاجه لو طفله جات لي بتشتكي من فالفو فاجينايتس؟ ايه اللي هيجي في بالي؟ فورين بودي، طفله صغيره مش فاهمه حاجه، فهي بتلعب مثلا، دخلت اي حاجه وهي بتلعب بيها، مثلا دبوس، جنيه مثلا، اي حاجه دخلتها في الفاجين فيعمل لي فالفو فاجينايتس. فدي اول حاجه بتيجي في بالي. بعد كده بقى اول حاجه ان احنا نكسكلود الفورن بودي، نتاكد ان هي ما كانش في اي هيستوري او اي حاجه ان في فورن بودي. بعد كده نشوف نفكر بقى في مثلا لو في اورجانيزمات او اي حاجه تانية. فبيقول لنا الاورجانيزمز بتاعنا هي برضو زي البارسونلايتس الجونوكوكس هي الموست كومن، يبقى جونوكوكس هي الموست كومن، بس انا عندي اورجانيزمات تانية زي ستاف وستريبت وايكولاي، يبقى اول حاجه الجونوكوكس. تاني حاجه البريدسبوزنج فاكتور الموست كومن بتاعنا هو واللازم يكون اكسكلودد اول حاجه الفورين بودي، بعد كده الاكتيريس انفستيشن، ودي عباره عن ورم بتكون موجوده في يعني بتكون موجوده في الريكتوم والجي اي تي. لا ثانيه لا دي ورم، ثانيه معلش عذرا على اللخبطه دي. الاوكسيريس انفستيشن دي بتكون دوده بتيجي للانسان. تمام، فهي مرض مش حاجه كومنشال يعني. تمام، فالدوده دي مثلا لو هي موجوده مثلا في الريكتوم، فهي تروح للفاجين والفالف تعمل انفكشن هناك، او يكون في تيومر اصلا. تمام، فانا اول لازم اكسكلود الحاجات دي وبعد كده افكر في الاورجانيزمز. يبقى انا لو جيت لي طفله بتشتكي من فالفو فاجينايتس اول حاجه افكر فيها فورم بودي، تاني حاجه بفكر ان مثلا يكون عندها دوده اصلا. الاوكسيوريس دي اسمها تاني بين مورم او انتروبيوس فيرميكولاريس. تمام،
او يكون عندها دودة، وبرضه نفكر برضه لو هي مثلا عندها تيومر. واخر حاجه بقى بعد ما نكسكلود كل الحاجات دي نشوف بقى ايه الاورجانيزمز. اشهر اورجانيزم عندنا هو الجونوكوكس. تمام، كلينيكال بيكتشر بتاعنا العينه دي بتجيلي انا مثلا هنعمل سكيبا، فبيكون مثلا 3B1S. دكتوره خالد عبد الملك كان قايل 3B1S بين برايتس فولفي وبرولنت تشارج والاس سونس. تمام، اول حاجه بين وتاني حاجه برويتس. برويتس اللي هو حكه بتهرش في المنطقه دي. تمام، فلما تهرش في المنطقه دي بيعمل حاجه اسمها اكسكريشن ماركس، تمام، اللي هي العلامات بتاع الهرش. تمام، وبيجي بديسشارج. واخر حاجه اللي هي سورنس وهوتنس بتكون ريد ودمتس. تمام، فاول حاجه هشوف الكلينيكال بيكتشر، هتكون عندي الفولفا هتكون ديمتس وريد واكسكريتد. تمام، هيكون في vaginal discharge وبيكون profuse وoffensive بسبب presence of foreign body. لو في foreign body هيكون discharge بتاعي profuse وoffensive، وهيكون في برويتس vulvae. تمام، وبعمل PR examination of vaginal examination. بس هنا انا ما بعملش BV ليه، يعني هي طفله، فمثلا لو حطيت مثلا فورين بادي، في الفورين بادي ده مثلا قول ان هو ايه قطع جزء من الهايم، فانا لو عملت لها بي في هبوظها خالص، فما ينفعش. فانا بعمل بي ار فبحسه من هناك، بحس الفورين بادي من هناك، بشوف لو في فورين بادي ولا لا. او انا اعمل فاجينال اكزامينيشن بس استخدم نيزل سبيكولوم او سيستوسكوب. تمام، نيزل سبيكولوم او سيستوسكوب بيكون مثلا حاجه صغيره خالص بتقدر تعدي من الفتحه بتاع الهايمن. تمام، وبستخدم جنرال اناستيزي. ليه بعمل الحاجات دي؟ اول حاجه عشان اكسكلود الفورم بادي، تاني حاجه عشان لو في تيومر اخد بايبس اروح اعمل بايبس. تمام، بيقول برضو ايه هي التيومرز بتاع التشايلدهود، اللور جينيتال تراك تيومر، نعرفهم اسماء يعني ساركوما بورترويد للسيرفكس وسيرفكس cervical polyp و vaginal adenoma و vaginal adenosis. تمام، الهايمن ان انا لو بنوته مثلا دخلت foreign body في الفاجينا بتاعها لقيت الهايمن انتك. ليه؟ لان في الاطفال الهايمن بتاعهم بيكون عنده high elasticity. تمام، بيكون بسبب increase the high elasticity ان انا ممكن الاقي الهايمن انتك في بنوته عندها foreign body في الفاجينا. يبقى انا اعرف اللور جينيتال تراكت بتاع ال childhood ثلاث حاجات: الساركوما، ساركوما بيرترويد اوف سيرفكس وفي سيرفايكال بوليب، و ادينوما فاجينال ادينوما تبقى فاجينال ادينوس. ان الهايمن بيكون انتك لو في فورم بادي عشان بيكون بسبب انكريز الالاستي في التشايلد هود. تمام، يبقى كلينيكال بيكتشر بتاعي العينه دي هتجي لي الفالفا بتاعها هتكون اديمتس وريد واكسكريتد، في علامات الخطوط بتاعه الهرش، وبيكون في ديستشارج بيكون بروفيوز اوفنسيف عشان لو في فورين بودي، وبيكون في البرويتس فالفي اكيد اللي هو الحكه والهرش. واخر حاجه لو هعمل البي ار او فاجينال اكزامينشن بالنيزل السبيكولوم او بالسيستسكوب عشان خاطر اكسكلود الفورين بودي، او لو في تيومر اروح بعد اعمل بايبس. طب الانفستيجيشن بتاعي، الانفستيجيشن بتاعي هعمل جرام ستين وكالشر الفاجينال تشارج ده عشان اشوف لو انا مثلا اكسكلود الحاجات التانية اللي هي الفورين بودي ومثلا مفيش مثلا الدودة دي او مفيش تيومر، فانا عايز اشوف الاورجانيزم اي نوع منها. احنا قلنا الموست كومن جونكوكس بس في اورجانيزمات تانية، فانا عامل جرام ستين وكالشر. ستول اناليسس هو غالبا ان الدودة دي اصلا ما بتنزلش في الستول، فانا بعمل ريكتال سواب، باخد مسحة من الريكتوم. تمام، بس نقول ان هي سول اناليسيس، سول اناليسيس عشان خاطر الدوده دي للاكسيريس انفستيشن او البين وورم او الانتروبيوس فيرميكولاريس دي. وبعمل اكس راي، بلين اكس راي والترا ساوند وسين اندوسكوبي عشان خاطر اكسكلود الفورين بودي انسايد الفاجينا. تمام، تريتمنت بتاعنا اول حاجه ان انا اكسكلود ان هي عندها فورين بودي او اكسيريس. لو فورين بودي هشيله، لو اكسيريس هعالجها بقى بناء على الدوده دي، هشوف هي الدودة دي فين ومعالج. المهم بروبر وادي لها انتيبيوتكس عشان الانفلاميشن اللي حصل ده، واستروجين ايذر سيستميك او لوكال كريم. هو دكتور عبد الملك اصلا قال ان احنا ما بنديلهاش استروجين عشان خاطر دي يعني لسه بريبي بيرتي يعني قبل البلوغ، ففكره ان هي انا ادي لها استروجين ويجي لها دوريه ما تعرفش اصلا الحاجات دي لسه، فلا مش 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 بنديه يعني، بس الكتاب كاتبه فهنقول استروجين. تمام، يبقى اول حاجه باكسكلود الفورين بودي والاكسيريس ويبدلها انتيبيوتيك ويبدلها استروجين سواء سيستميك او لوكال. نيجي بقى للاتروفيك او السينايل فاجينايتس، دي واحده بوست منبوذ بيجي لها عندها ديتشارج وبين
وبرضو يعني تقريبا نفس الاعراض بتاعت التشايلد هود، يعني برضو عندها حكه، عندها discharge، عندها سورنس، عندها بين، تمام. فالفكره الفاجينايتس في البوست من البوزل بسبب برضو ديكريز استروجين، لان احنا قلنا في الديكريز في البوست من البوزل يعني تحس ان هي بترجع نفس الصفات بتاعت وهي طفله، برضو الاستروجين بيقل، الابيسيليا ملير بتاعته بتبقى اقل، الميديا بتبقى برضو الكلاين، فبتكون دي البريدسبوزنج فاكتور بتاعها ان هي ديكريزد استروجين. برضو الكوز بتاعها نون سبيسيفيك ميكسد بايوجينيك اورجانيزم، ما نعرفوش يعني، حاجه مش متحدده يعني، ممكن اي حاجه والسلام، مش عارف. المهم الكلينيكال بيكتشر بتاعها برضو بتجيلي ب بروفيوز بيرولنت او بلاد ستيد فاجينال ديسشارج، والفاجينال وول بتاعها بيكون انفليمد واللوس للروجي، يعني دي واحده كبيره جدا بوست من بوز مثلا 50 60 سنه، فاكيد الفاجينال روجي بتاعها بقت لوست. ويوجوالي اسوشيتد ويز سينايل سينايل اندومترايتس، دي برضو هتبقى في المحاضره الثانيه، بيبقى معاه سينايل اندومترايتس، تمام. يعني لو جاب بسنايل فيجيناتس بيكون معاه سنايل اندومترايتس، تمام. بس في الغالب احنا لو جات لنا اصلا ست كبيره بوست منوبوز عندها بلود ديسشارج، فانا اول حاجه افكر فيها اصلا اندوميتريال كارسينوما يعني، بس ممكن يكون برضو مجرد انفلاميشن يعني باي بكتيريا او حاجه، تمام. بعد كده ايه الانفستيجيشن بتاعنا، الفاجينال شارج بعملها كلتشر جرام ستين، الفاجينال بعمل فاجينال سيتولوجي، باخد سمير واشوف الاورجانيزم وكده يعني، واشوف عالجها بناء على ايه. واخر حاجه تريتمنت ان انا بدلها انتيبيوتيك استروجين، انتيبيوتيك انفلاميشن واستروجين ريبليسمنت ثيرابي، عشان خاطر يعني احنا قلنا بسبب قله الموضوع حصل بريدس بوس باي قله الاستروجين، فندلها استروجين ريبليسمنت ثيرابي بحيث ان هو يظبط الحاجات دي ويخلي احتماليه ان يجي لها انفكشن دي تقل. اخر جزء بقى في المحاضره دي، في الجزء ده يعني الفاجينايتس بتاع التشايلد بيرينج بريد، اول حاجه ترايكومونس فاجينالس انفكشن. الترايكومونس فاجينالس دي بروتوزوا، تمام. فهو هيحصل انفستيشن الفاجينا باي بروتوزوم كورد ترايكومونس فاجينالس، تمام. بروتوزوم كورد ترايكومونس فاجينالس بي يعني هو يوجوالي افكت اليوراني تراكت اللي بيعمل لي سيستايتس وبيجي بجينيتال تراكت، فانا في اعراض البنوته دي هتجيلي باعراض السيستايتس، مثلا عندها ديسيوريا، عندها فريكوانسي في الميكتوريشن، هيكون عندها مثلا برضو انفلاميشن الاكسترنال يورثرا ميتوس، فهو التراكومونس بيجيلي بسيستايتس ومعاه فاجينايتس او فالف فاجينايتس، على عكس المونيليزيس ما بيجيش بسيستايتس، فالمفروض الاعراض بتاعته ما يكونش فيها ديسيوريا او حاجه من دي، تمام. الانستنس بتاعته هو كومن فورم اوف فاجينايتس، بس هو المفروض ان هو الثالث في الاهميه، يعني الموست كومن كان البكتيريا، وبعد كده الكانديديز المونيليزيس، وبعد كده تريكومونس، بس هو هنا الكومن فورم بتاع الفاجينايتس. anyway النسبة بتاعته 50% of patient clinical complaint بيكون vaginal discharge بسبب الـ TB infection، يبقى هو أهم complaint، هو المين complaint أصلا بتاع الـ trichomonas vaginalis بتكون الـ vaginal discharge، تمام. فـ 50% من الـ patient بيجوا بـ complaint of vaginal discharge، تمام. 50% من الـ patient اللي بيجوا لي بـ trichomonas vaginalis بيكون عندهم vaginal discharge. الاتيولوجي بتاعه زي ما احنا قلنا الاورجانيزم والبريدسبوزينج فاكتورز، فانا هنا هتكلم على الاورجانيزم والبريدسبوزينج فاكتور. زي ما قلنا البريدسبوزينج فاكتور بتاعنا زي السكيما، السكيما قلنا ايه، جنرال ولوكال. جنرال كان امراض زي ديابيتس ميليتس، انيميا، ستريس فيزيكال او منتال، اي دراج بيقلل المناعه. لوكال بقى بتاخد مثلا عندها فريكوينت سيكشوال اكتيفيتي، او بتاخد يعني ايه فورين بودي او فورين بودي، بس هنا مش هيكون فورين بودي يعني. الاورجانيزم بتاعنا بقى التايب بتاعه والمود اوف انفكشن. التايب بتاعه البروتوزوا دي بير شيبد اورجانيزم شكل الكمثرى، تمام، اكبر من الليكوسايت، تمام. موتايل، بتتحرك، معاها 4 انتيريور فلاجيليت و 1 بوستيريور تيل، يبقى نبقى عارفين ان هم 4 انتيريور فلاجيليت و 1 بوستيريور تيل، تمام، عشان ممكن يسال عليها. ومعاها انديوليتنج undulant membrane، undulating membrane، تمام، بيكون عامل كده، ده بيساعدها برضو في الحركة، وبيكون معاه eccentric nucleus،
تمام. وتريكوماس فاجينالس دي نيفر كومينشيال اوف الفاجينا، يعني هي عمرها ما تلاقيها اصلا بصوره طبيعيه في الفاجينا، على عكس الكانديديزس تقريبا هي كومينشيال. تمام، فهي نيفر كومينشيال اوف الفاجينا. بتجرو في الويك اسيتيك ميديا. احنا قلنا ان الفاجينا اصلا الميديا بتاعها بتكون من 4 لـ5 قلويه اسيدك، فهنا لازم تكون ويك اسيدك، يعني مثلا من 5.5 لـ6.5. تمام، فامتى الفاجينا بتكون بالاسيديتي دي؟ ليه بتكون امتى مثلا من 5.5 لـ6.5؟ بعد المنستريشن. المنسس بيكون اصلا الكلاين، فلما بينزل بيخلي الميديا بتاعت الفاجينا ليس اسيتك، فوقتها دي فرصه اكتر للتريكومونز ان هي تعمل الانفستيشن بتاعها ده. فهو التي في اللي بيكون بوست منسترول، على عكس الكانديديسيس بري منسترول بتحب الميديا اللي هي سترونج اسيدك. تمام، فهو التي في بيجنز ايميديتلي افتر منسترويشن، بيكون بوست بوست منسترول. فانا عندي حاجتين افرق ما بين ما بين الكانديدا، اول حاجه ان التي في نيفر كومينشيال، وتاني حاجه ان هو بيجرو في الويك اسيدك من 5.5 لـ6.5 بعد بعد المنستريشن. وقلنا ان هو بيكون بيجيب اربعه، بيكون معايا 4 انتيريور فلاجيليت و1 بوستيريور تيل. المود انفكشن بتاعه بيكون كونتاكت انفكشن، تمام، سواء دايركت او اندايركت. دايركت بسكشوال انتركورس، سكشوال انتركورس مثلا التريكومونز دي بتكون موجوده مثلا في البيبيوس او اليوريثرا او البروستيت بتاع الميل. اندايركت عشان كده لما باجي اعالج هنا مهم في العلاج، بعالج البوس بارتنرز، تمام، الاثنين، مش بعالج الست بس. الراجل ممكن يكون عنده اصلا التريكومونز، ف يعني انا عالجته بعد فتره من سكشوال انتركورس يجي لها تاني، يعني انا الراجل لسه اصلا عنده، فانا عالجهم هما الاثنين. او اندايركت ان هو مثلا بنات بيستخدموا حاجه بعض، تمام، ده غلط. فمثلا تولز بيستخدموا تولز بتاع بعض، او انسترومنتس، او لابوراتوري لابوراتوري سيتس، تمام، الحمامات والسويمنج بولز مثلا المايه بتاعته مش معقمه كويس، او مش فيها نسبه كحولات، مش عارفه بيحطوا فيها ايه عشان خاطر يمنع الحاجات دي يعني. تمام، فنبقى عارفين الاورجانيزم والبريديسبوزنج فاكتور. بريديسبوزنج فاكتور زي السكيما، الاورجانيزم بتاعنا طيب بير شيب، شكله كمترا، اكبر من ليكوسايت، موتايل، معاه 4 انتيريور فلاجيليت، 1 بوستيريور تيل، مع انديوليتين انديولانت ميمبرين واكسنتريك نيوكليوس، وهو نيفر كومينشال وبيجرو في الويك اسيديك ميديا من 5.5 لـ6.5 بعد المنستريشن بوست منستريشن. المود انفكشن بتاعه بيكون كونتاكت سواء دايركت او اندايركت. دايركت عن طريق سيكشوال انتركورس، لان التراكمونات موجوده في البروبيوس او اليوريثرا او البروستات بتاع الميل بارتنر. او اندايركت ان هي بتستخدم حاجات اصلا انفكتد سواء توز او انسترومنتس او السوينج بول. كلينيكال بيكتشر بتاعنا، ثانيه، كلينيكال بيكتشر بتاعنا هتكون سيمتومز وساين. سيمتوم بتاعنا زي ما احنا قلنا بين بلوريتس فالفي، بلوريتس ديسشارج، وسترونس. هنا اهم المين كومبلين بتاعنا هي الفاجينال ديسشارج، هي المين كومبلين. طب ايه المواصفات بتاع الفاجينال ديسشارج بتاع البنوت اللي هتجيلي بالتي في دي؟ اول حاجه ان هو بيكون ثين، اكسسيف، يلوش، اوفنسيف. تمام، هو بيكون برفيوز. عشان نفرق ما بينها وما بين الكانديدا برضو بعدين، التريكومونس تراي يعني ثلاثة، كتير، تمام، فكتير يكون برفيوز، على عكس الكانديدا. الكانديدا بتكون سكانتي قليلة، تمام، فلما تكون كتيرة برفيوز تكون سن، على عكس سكانتي بتكون ثيك. تمام، فدي أول حاجتين، اكسسيف وسن، وبتكون يولويش لونه أصفر وريحته أوفنسيف، ريحته وحشة، على عكس الكانديدا. الكانديدا بيكون شكرا، كان الدكتور كان قال ان هي مجبن شويه كده، بيكون كتل بيضة ودائما ملوش ريحه تقريبا. ثانيه كده عشان مش متذكره، اودورلس، وايت، نوت فروسي، بوت كور. تمام، هو الكانديدا ملوش ريحه وبيكون وايت، على عكس التراكمونس بيكون يلوش ويوفنس. تمام، المهم هنا برضو ان هو بيكون فروثي. ليه فروثي؟ التريكومونز فاجينال بتروح تشتغل على الجلايكوجين الموجود في الفاجينا وتطلع لي سي او 2، فبيكون مرغي كده. تمام، واكيد موجود بلوريتس فالفي بسبب الفاجينال ستشارج، يخلي فيه حكه. تمام، بيكون فيه ديسبارينيا اكيد، يعني الفاجينا انفليمد، فاكيد هيكون فيه ديسبارينيا بين ديرينج الانتركورس. تمام، وهيكون زي ما احنا قلنا ان هي بتيجي
تريكوموناس فاجينالس بتيجي بسيستايتس مع جينيتال تراكت انفكشن. فهو هيكون في ديسيوريا وفريكوانسي ميكتوريشن بسبب التي في سيستايتس وبسبب نفس الوقت ان حصل اريتيشن للاكسترنال يوريثرال ميتس. تمام. الساينس بتاعنا الفولفا هتكون عامله ازاي؟ الفولفا هتجيلنا بريدنس، هتكون حمراء وهوتنس سخنه وسور كده، تندرنس وادمتس. تمام. الفاجينا هايبريميك انفليمد تندر في سيفير كيسز بقى، ودي الحاجه المميزه جدا برضو للتي بي، ان بيكون ثانيه ان هي بتيجي بمنظر اسمه الستروبيري ابييرنس. الفاجينا والسيرفكس بتاعها بيكون عندهم هيموريجيك سبوتس كده، تمام، بنسميها ستروبيري ابييرنس، مش موجوده في الكانديدا. الكانديدا بيكون اسمها تقريبا كوتش تشيز، بيكون الوول بتاع الفاجينا عليه وايت باتشز كده، تمام، زي بيسموها بيشبهوها بالجبنه القريش يعني كوتس تشيز. تمام. فنبقى عارفين ان الفاجينا بتيجي بحاجه اسمها ستروبيري ابييرنس. المهم بتاعها هي نوت بليد اون تاتش، على عكس الثانيه اللي لما باجي بشيلها في الكانديدا بتبليد اون تاتش. تمام. يبقى انا عندي اول حاجه السيمتومز بتاعنا، اول حاجه هتجيلي بتشارج، الدشارج ده بيكون بروفيوز سن يلوش اوفنسيف فروسي، علشان خاطر التي في بتشتغل على الجنرال كوجن تعمل لي تزود السي او 2. ثاني حاجه بتجيلي بروريتس، اكيد بروريتس فالفي بسبب الدشارج، بتجيلي بين، اكيد بتجيلي بديسبيرينيا وديسيوريا وزياده في الميكتوريشن الفريكوانسي بتاع الميكتوريشن بسبب السيستايتس او بسبب الريتيشن للالكترون يوريثرال ميتس. والساينس بتاعنا الفولفا بتكون ايديماتس ريد وهوتنس، والفاجينا بتكون انفليمد وعليها هيموراجيك سبوتس كده على السيرفكس والفاجينا اللي عملت بالكولبوسكوبي، هلاقي ستروبري ابييرنس نوت بليد اون تاتش. تمام. الانفستيجيشن بتاعنا هنا ثلاث حاجات عارفينهم، كالتشر وجرامستين وكولبوسكوبي. الجرامستين لو جيت عملتها هتبقى نيجاتيف، هيبقى دارك ريد. تمام. الاورجانيزم هيبقى دارك ريد، يبقى جرام نيجاتيف. كالتشر بتاعنا عندنا نوعين من الميديوم، فينبرغ وكوفربرغ، فينبرغ وكوفربرغ. تمام. الكولبوسكوبي زي ما احنا قلنا حالا بدخل الاقي السيرفكس والفاجينا الاثنين عندهم هيموراجيك سبوتس كده اسمها ستروبيري ابييرنس ونوت بليد اون تاتش. تمام. تاني المهمة بقى اللي هي ايه، الفريش تروب بريبريشن او الويت مونت بريبريشن. التكنيك ده بيتعمل ازاي؟ باخد نقطة من الديستشارج باجينال ديستشارج ده، ونقطة من ورم سلايد نورمال سلايد. تمام. يبقى وبحطهم على سلايد، والسلايد دي بروح احطها واشوفها بلو لو باور و هاي باور. تمام. يبقى اد ادروب اوف بورم نورمال سلاين يعني ب 37 درجه في درجه الغرفه العاديه، تو ادروب اوف فاجينال تشارج اون ا جلاس سلايد اند كفر ات ويز كفر سلايد، ونشوفها ات وانس اندر مايكروسكوب يوزنج بوث لو هاي باور. باللو باور بشوف ايه؟ بشوفها بالشكل بتاعها ان هي بير شيت روتاتوري موفمنت، بتتحرك حواليها بوستلز وحبه سكواميتد ابيثيليال سيلز من الفاجينا وكده. تمام. بالهاي باور هشوف بقى الحاجات الاكتر اللي هي الفلاجيليت بتاعها والاندولنت ميمبرين. تمام. يبقى باللو باور انا هشوف ان هي بير شيبت، حاجه شبه كوميترا بتتحرك وحواليها حبه خلايا. لو عملت بالهاي باور هلاقي الفلاجيليت وهلاقي الاندولنت ميمبرين. يبقى دي الانفستيجيشن. انفستيجيشن عندي بعمل الجرامستين والكالتشر والكولبوسكوبي، واهم حاجه الفريش تروب بريبريشن او الويت ماونت بريبريشن. باخد نقطه سلاين على نقطه ديستشارج واحطهم على سلايد واشوفهم بالميكروسكوب هاي باور ولو باور. لو باور هشوف البير شيب بتتحرك. تمام. بير شيب روتاتوري موفمنت وحواليها سيلز. بالهاي باور هشوف الفلاجيليت وهشوف الاندولنت ميمبرين. اخر حاجه بقى التريتمنت بتاع تريكوموناس فاجينالس. اول حاجه زي ما قلنا ما ننساش بريفنتيف وكيوراتيف. بريفنتيف سكس اديكيشن يوزنج اوف ميل كوندوم وسكريننج فور هاي ريسك جروب. كيوراتيف بتاعنا بقى اول حاجه عندي السيستميك ولوكال، سيستميك اورال ولوكال فاجينال. السيستميك اول حاجه عندي المترونيدازول والتينيدازول وسكانيدازول، واللوكال برضو المترونيدازول والكلوتريمازول والاسيتيك فاجينال داوتش. تمام. اول حاجه المترونيدازول او الفلاجايل. تمام. هو دراج اوف تشويس بتاعنا. تمام. مهمه دراج اوف تشويس، كيف كيور ريت اب تو 90%.
البوست بارتنرز زي ما قلنا ما ننساش احنا بنعالج الاثنين عشان ان هي اصلا بيجي وبيكون بيجي مود اوف ترانسميشن بتاع الاورجانيزم ده دايركت سيكشوال انتركورس وبيكون اكتر بيكون موجود في الميل في البيبيوس او اليوسرا او البروستيت فعشان كده بعالج الاثنين تمام. يبقى الميترونيدازول دراج اوف تشويس بتاعنا الريت بتاعه البيكيوريت بتاعه اب 90% بعالج بيه البوست بارتنرز. الدوز بتاعه بتكون 250 ميلي جرام 3 تايمز داي ل 10 ايام. A second course after one week interval gives better results. تمام يبقى مش عارف الدوز معانا ولا لا بس نعرفهم يعني. ميترونيدازول 250 ميلي جرام 3 ايام 3 مرات في اليوم ل 10 ايام. وبعمل second course after one week interval اسبوع وبكمل تمام عشان النتيجه افضل. السايد افكتس بتاعه هو اكيد يعني حاجه بتاخد اورال فيعمل لي جي او سي ابسيت زي مثلا ديسبيبسيا او نوزيا. افويد ديورنج البريجننسي وبالذات الفيرست تريمستر تراتوجينيك بالذات الفيرست تريمستر بعد الفيرست تريمستر او ممكن تاخده تمام. يبقى اول حاجه الميترونيدازول او فلاجايل دراج اوف تشويس الكيوريت بتاعه 90% بيتاخد الاثنين تمام. هو بناخده زي 250 ملي جرام 3 مرات في اليوم ل 10 ايام. الكورس الثاني بعدها باسبوع بالسيت افكت بتاعه جي اي تي ابسيت ديسبيبسيا ونيجيا وافويد ديورنج بريجننسي بالذات الفيرست تريمستر. التينيدازول بقى الثاني اسمه تقريبا ايه فاسيجاين تمام 500 ملي جرام 4 تابلتس بيتاخدوا في سنجل دوز في البوست بارتنرز الاثنين برضو. هو بيبقى اربع حبوب تقريبا تمام كل واحده 500 ملي جرام تقريبا. فهم المهم ان هو بيتاخدوا في سنجل دوز تاخدوا الاربعه مع بعض في سنجل دوز. يبقى كده الميترونيدازول والتينيدازول وفي واحد اللي هو السكينيدازول تمام. يبقى الميترونيدازول فلاجايل وده الدراج اوف تشويس تمام قلنا مهم 90% كيور ريت وبيتاخد البوست بارتنرز تمام وبيأفويد ديورنج الفيرست تريمستر اوف بريجننسي. بعد كده التينيدازول والفاسيجاين تمام 4 تابلتس بيتاخدوا في قرعه واحده. اللوكال بقى برضو الميترونيدازول بيكون فاجينال تاب 500 ميلي جرام بس ده لس افكت زن الاورال عشان خاطر التي بي اصلا هي ممكن تكون موجوده في البلادر او الريكتم زي ما احنا قلنا ان هي موتايل ممكن تروح في اماكن تانية يعني ممكن تكون جايه زي ما احنا قلنا بتكون جايه بسيستايتس مع جينال اتراكت اصلا هي ممكن تكون في جزء تاني. فانا ايه الهدف ان انا لما اديها في الفاجينا وهي لسه موجوده اصلا في البلادر او الريكتم فعشان كده افضل منها اللي هو الاورال سيستميك. يبقى الفاجينال تاب لس افكتيف. تاني حاجه وده المهم وده بيستخدم برضو في الكانديدا اللي هو الكلوتريمازول او الكانيسيتين تمام. ده بيكون فاجينال تابلت بيتاخد برضو للتي في والمونيليا الانفكشن اللي هو الكانديديزس وسيف ديورنج البريجننسي واللاكتيشن. دي برضو حاجه مهمه ليه. يبقى الكلوتريمازول بنستخدمه في التي في والكانديدا وفي نفس الوقت عادي سيف في البريجننسي واللاكتيشن. اخر حاجه اسيدك فاجينال داوتش لاكتيك اسيد 1%. احنا قلنا ان الكلام ده بيحصل اصلا بسبب ايه التي في بتيجي في ميديا ويك اسيدك فانا لا اعلي لها اسيديتي فادي لها اسيديك فاجينال داوتش لاكتيك اسيد 1%. العكس الكانديدا بتيجي في السترونج اسيديتي فادي لها حاجه الكلاين تخلي الميديا اقل اسيديتي شويه تمام. فدي التي في سريعا كده ناخدها. يبقى انا قلت تراكمونز فاجينالز دي بروتوزوا بتدخل بتيجي لنا يورينري تراكت سيستايتس ومعاها جينيتال تراكت وهي كومن فورم الفاجينايتس. 50% من البيشنت بيشتكوا بديسشارج. الاورجانيزم ده بيكون شكله عامل ازاي؟ بير شيبت اكبر من ليكوسايت مطايل معاه 4 تريفلاجيلي وبوستيريور تيل تمام معاه اندولنت ميمبرين اكسنتريك نيوكلاس. المهم بتاعه هو نيفر كومنتيال وبيجي في الويك اسيتيك ميديم تمام من 5.5 ل 6.5 عشان كده بيجي بعد البوست منسترول. المود انفكشن بتاعه كونتاكت يكون دايركت يا اندايركت دايركت سيكشوال انتركورس من الميل برضه عشان كده بنعالجه برضه. واندايركت بيجي لنا بقى بالحاجات اللي هي بنستخدمها اللي هي الانفكتد تمام. كلينيكال بيكتشر بتاعنا قلنا ديسشارج بروريتس بين بتجي لنا بسورنس والفاجينال سيرش بتاعها بيكون بروفيوز بالسين ويلوش اوفنسيف بيجي بروسي عشان خاطر التي في بتشتغل جلايكوجين تطلع لنا سي او 2 وبيقول لنا بتجي لنا برده بديسبارينيا وديسيوريا وزياده في الفريكوانسي بتاع الميكتيوريشن عشان خاطر سيستايتس او ريتيشن اكسترنال يوريسرال ميتس. السنس بتاعنا باجي ببص على الفالفا الاقيها ريد وادوماتس وهوت والفاجينا باجي ببص على الانفليند. واهم حاجه الاستروبري ابييرنس هنلاقي الميراجيك سبوتس موجوده على سيرفكس والفاجينا لو لمستها مش بتبليد على عكس الكانديدا.
اخر حاجه الانفستيجيشن والتريتمنت. الانفستيجيشن بتاعنا انا بعمل جرام ستين بلاقيها نيجاتيف دارك ريد، والكالتشر بعمل فينبرج او جوفربرج، والكولبوسكوبي بلاقي الاستروبري ابيرنس، واخر حاجه الفريش دروب بريباريشن او الميد ماونت بريباريشن، باخد نقطه ستارج على نقطه نورمال سلاين، احطهم على سلاين اشوف بالميكروسكوب لو باور وهاي باور. اللو باور بيوريني البير شيبد وهي بتتحرك، وبروتاتوري موفمنت وحواليها باسلز حبة سكوميتد سيلز، والهاي باور بشوف الفلاجيليت والاندولانت ميمبرين. التريتمنت بتاعنا بريفنتيف وكيوراتيف. البريفنتيف بتاعنا بيكون سكس اديوكيشن وميل كوندوم وسكريننج. الكيوراتيف بتاعنا بقى بنستخدم سيستميك او لوكال. السيستميك بتاعنا بيكون مترونيدازول، وده دراج اوف تشويس في الاجايل، والكيوريت بتاعه 90%. البوست بارتنرز تمام، وقلنا ان هو افويد ديورنج البريجنسي بالذات الفيرست ترايمستر، وبيعمل لنا جي تي جي اي تي ابس عالي، وتيميدازول وده بيكون 4 تابلت بتاخده في جرعه واحده، وسكانيدازول. اللوكال بقى المترونيدازول برده، والثانيه المترونيدازول، و بس اللي قلنا ان الفاجينال ليس افكتيف زي الاورال، عشان خاطر ان الترايكومونز فاجينالس ممكن تكون موجوده اصلا في البلادر او الريكتوم. والكلوتريمازول او الكانستان ده بيكون بيستخدم في التي في والكانديدا، وان هو سيف في البريجننسي واللاكتيشن. واخر حاجه اللي انا بديلها اسيدك فاجينال داوتش تمام، ده بيكون زي ووشنج كده للفاجينا بحاجه اسيدك اكتر زي اللاكتيك اسيد 1%، علشان خاطر ازود الاسيديتي، علشان احنا قلنا ان هو بيجروف ميديا ويك اسيدك تمام. وشكرا، ده الجزء الاول من المحاضره.